إلى تيبازا حيث تعيش الولاية على وقع خبر وفاة شابة عزباء بعد وصولها لمستشفى القليعة في حالة حرجة نتيجة عملية إجهاض غير شرعية. وعلى إثر الحادثة أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة القليعة 6 أشخاص من بينهم 5 نساء يشتبه بتورطهم في جناية الإجهاض الذي تسبب في موت الفتاة. ومن خلال العملية تم استرجاع معدات وأدوية تستعمل في طب النساء والتوليد. ولتسليط الضوء أكثر على هذه القضية ومعرفة مزيد من المعلومات نتصل مباشرة بزميلة نوال بن يسعد من ولاية تيبازا. نوال أهلا بك. مساء الخير رفيق لكم ولكل متابعي قناة الحياة. أهلا نوال هكي، هل لك أن تعطينا مزيد من التفاصيل حول هذه القضية؟ نعم طبعا، كما سلف ذكرت فإن حيثيات القضية تعود ليوم 7 أكتوبر 2022، حيث أقبلت شابة في مقتبل العمر على مستشفى القليعة في حالة جد حرجة يتضح فيما بعد أنها تعاني من الإجهاض الغير شرعي. يتم على إثره إبلاغ مصالح الأمن لدائرة القليعة لتتنقل هذه الأخيرة إلى عين المكان من أجل التأكد ومعرفة ملابسة القضية. ولكن للأسف الضحية فرقت الحياة بعد ساعات قليلة، وعلى حسب المعلومات المتحصل عليها تم إخطار وكيل النيابة ليعطي أمر تفتيش العيادة التي توجهت إليها من أجل عملية الإجهاض، ليتم على إثره توقيف 6 أشخاص من بينهم 5 نساء متورطين في العملية مع حد معدات وأدوية تستعمل في طب النساء والتوليد. نوال، كم عمر هذه أو كم عمر الضحية وهل هناك معلومات عنها؟ نعم، ضحية تنحدر من ولاية تقهرات، تبلغ من العمر 24 سنة عزباء. للأسف الحمل كان غير شرعي وهي طالبة جامعية. نوال، حسب المعلومات المتوفرة هل هذه العيادة تقوم بأعمال مماثلة من قبل؟ نعم رفيق، للأسف فقد تبين أن المشتبه فيهم محتادون على جرائم مماثلة إن صح القول مقابل مبالغ مالية لفتيات التي تحملن بطرق غير شرعية، وكذا عمليات أخرى مشتبهة غير قانونية. نوال، هل المشتبه فيهم ينحدرون من ولاية تيبازا؟ لا، المشتبه فيهم ليسوا من ولاية تيبازا، بل هم من ولاية الجزائر العاصمة، وهو طبيب نساء وقابلتين وثلاث ممرضات يعملن بمصلحة التوليد بعيادة خاصة بالعاصمة. وعلى إثرهم تم تحرير ملف قضائي لتقديم أطراف القضية المتمثلة في جناية الإجهاض المقتضي للوفاة أمام النيابة المحلية. نوال بن يسعد مراسلة قناة الحياة الجزائرية من ولاية تيبازا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. وإلى ولاية سطيف، حيث وصف رئيس جامعة محمد الأمين دباغين سطيف 2 أن ما يحدث من تجاوزات أمنية داخل الحرم الجامعي بالخطيرة. رئيس الجامعة الخير قشي أكد على انتشار العنف كالاعتداء على طالب بطريقة وحشية من قبل مجهولين، بل وصل الأمر إلى الترويج وتعاطي المخدرات من طرف بعض الطلبة أنفسهم كالقيام بأخذ الحقن. قشي طلب بتدخل السلطات وبتوفير رجال أمن مختصين ذوي كفاءة في توفير الأمن داخل أسوار الجامعة. وللمزيد من المعلومات حول تصريحات رئيس الجامعة نربط الاتصال مباشرة بزميلة إيمان جنيدي مراسلة قناة الحياة الجزائرية من ولاية سطيف. إيمان أهلا بك. أهلا بك رفيق. إيمان، في أي سياق جاءت هذه التصريحات من طرف رئيس الجامعة؟ إذن رفيق، في سياق اليوم الدراسي الذي نظم على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد الأمين دباغين سطيف 2 الموسوم بإصابة الأحياء استراتيجية الوقاية وآليات المكافحة وبالاشتراك مع مجلس قضاء سطيف. إيمان، هل إلى هذا الحد وصلت غياب الأمن داخل الحرم الجامعي؟ نعم رفيق، الوضع جد خطير داخل أسوار جامعة محمد الأمين دباغين سطيف 2 والتي تغرق في العنف والاعتداءات وحتى الترويج للمخدرات والإدمان عليها. هذه الاعتداءات رفيق تحدث داخل الحرم الجامعي بشكل دوري، فمثلا منذ أسبوع كما صرح رئيس الجامعة الخير قشي تم الاعتداء على طالب بطريقة وحشية، وقبلها بأسبوع تم الاعتداء على 5 طالبات حسب تصريحاتهن. إيمان، ومنذ متى ربما تعيش هذه الجامعة هذه الظروف؟ رفيق، تقريبا منذ سنة 2019 الجامعة تعيش هذه الظروف المزرية حقا وسط انفلات أمني واضح.
إيمان، وأين يتواجد الأمن داخل؟ هل هناك رجال أمن داخل الحرم الجامعي؟ هناك أعوان أمن، لكن كما قال صرح رئيس الجامعة غير مدربين ولا يملكون حتى أسلحة للدفاع لا عن أنفسهم ولا عن الطلبة. إيمان، وماذا عن باقي الجامعات في ولاية سطيف؟ هل هي تعاني نفس الظروف أو نفس المشاكل؟ أكيد لا رفيق، فبنظر إلى جامعة فرحات عباس الباز سطيف واحد، والتي صنفت ضمن فئة 500 جامعة عالميا حسب تصنيف التايمز البريطانية، ففي الجامعة لا تعاني أي مشكل أمني في هناك. إيمان جنيدي، مراسلة قناة الحياة الجزائرية من ولاية سطيف، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وإلى ولاية عين تيموشنت، حيث تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تيموشنت من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة تنشط عبر إقليم الولاية، تتكون من 3 أشخاص مع حجز ما يقارب 1600 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. العملية جاءت من خلال معلومات وردت لمصالح الأمنية، وعلى إثر ذلك تم التحرك ليتم توقيف المشتبه فيهم. الآن نربط الاتصال بزميل أمين باللحية مباشرة من ولاية عين تيموشنت. أمين، أهلا بك. مساء الخير رفيق، مساء الخير مشاهدينا الكرام. أمين، هل لك أن تعطينا مزيد من المعلومات، سيما وأن هذه القضية تأتي بعد ساعات من قضية مماثلة بمدينة بني صاف؟ نعم، إذن تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تيموشنت من الإطاحة بمروجي الأقراص المهلوسة وسط الشباب. العملية جاءت إثر معلومات تلقتها ذات المصالح تفيد بالنشاط المشبوه لشبكة منظمة تتاجر في الأقراص المهلوسة، تتخذ من مسكن أحد أفرادها كمكان لتخزين هذه السموم، حيث بعد تفعيل عنصر البحث والتحري من قبل ذات العناصر، تم تحديد هويتهم ومكان ممارسة نشاطهم الإجرامي، وبعد استصدار إذن أذنين بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تيموشنت، تم تفتيش مساكنهم أين كانت النتائج إيجابية بحجز 1599 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين و7 غرامات من المخدرات سلاح أبيض وبخاخة كانت تستعمل في عملية الاعتداءات، مع توقيف شخصين. استمرارا للتحقيق تم تحديد هوية شريكهم الثالث وتوقيفه. أمين، هل يمكن الربط بين هذه العملية اليوم وعملية بني صاف؟ طبعا العملية جاءت بعد ساعات قليلة فقط عن عملية بني صاف، تلك العملية التي نفذتها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة بني صاف، والتي تم على إثرها توقيف شابين وحجز 2190 قرص مهلوس. طبعا هذا يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة لمصالح أمن ولاية عين تيموشنت، وعلى رأسها السيدة رئيسة أمن الولاية الرامية إلى تجديد الخناق على مختلف شبكات المتاجرة بالأقراص المهلوسة خاصة في الوسط الحضري. أمين، هل لك أن تعطينا ربما مزيد من التفاصيل حول المشتبه فيهم؟ طبعا المشتبه فيهم هم 3 شباب، الشاب الأول يبلغ من العمر حوالي 41 سنة، الشاب الثاني يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، والشاب الثالث حوالي 24 سنة. هل هم مسبوقين قضائيا؟ لا تتوفر حاليا لدينا أي معلومات إن كانوا مسبوقين قضائيا أم لا. كيف تلقى سكان الولاية هذا الخبر، سيما أنه كما قلنا جاء بعد ساعات من نفس أو في السياق ذاته بالنسبة لمدينة بني صاف؟ طبعا المعروف عن ولاية عين تيموشنت أنها ولاية يعني صغيرة من حيث الكثافة السكانية، من حيث المساحة والكثافة السكانية، ومثل هكذا قضايا طبعا بحجز كمية كبيرة من هكذا أقراص مهلوسة يعتبر إنجاز كبير بالنسبة لمصالح الأمن، وبالتالي من خلال الأصداء التي وصلتنا في استحسان كبير من طرف سكان ولاية عين تيموشنت لمثل هكذا عمليات لمصالح الأمن، خاصة في الفترة الأخيرة والتي أصبحت تستهدف وتشدد الخناق على مختلف شبكات المتاجرة بالأقراص المهلوسة وعصابات الإجرام، وهو ما بعث ارتياحا كبيرا وسط سكان خاصة عاصمة الولاية عين تيموشنت.
أمين باللحية مراسل قناة الحياة الجزائرية من ولاية عين تيموشن، شكرا جزيلا لك. وإلى ولاية شلف، حيث أصدرت المحكمة هناك حكما قضائيا في حق شخصين تبع في قضية المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية ذات الاستهلاك الواسع بالحبس لسبع سنوات نافذة وغرامة مالية تقدر بخمس ملايين دينار لكل منهما. وأفاد بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة شلف أن في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة تحت تمت متابعة شخصين عن طريق إجراءات المثول الفوري وصدور في حقهما حكما يقضي بإدانتهما بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بخمسة ملايين دينار. ولمعرفة التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نربط الاتصال بزميل محمد دياخي مراسل الحياة من شلف. محمد أهلا بك. مساء الخير زميلي. طبعا كما أسلفت ذكره نقول بأن المصالح الضبطية القضائية للتذكير فقط منذ الأسبوع الفارق، وهي تجري تحقيقات معمقة بشأن المضاربة والاحتكار في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك مثل مادة الزيت الغذائي. وهذه التحريات أسفرت عن نتائج إيجابية بتوقيف عدة أشخاص على مستوى عدة بلديات، نذكر منها على مستوى بلدية عين مران أين تم توقيف شخصين، وعلى مستوى بوقادير تم توقيف أربع أشخاص. بالنسبة للقضية التي أسلفت ذكرها، طبعا كانت هناك تحقيقات من قبل مصالح الضبطية القضائية ممثلة في شرطة ولاية شلف، والتي أسفرت عن حجز تقريبا 11,000 لتر من الزيت عن جرم المضاربة غير المشروعة في المواد الاستهلاكية، حيث تمت متابعة في هذه القضية شخص يدعى باحين عن وتم إحالته على مستوى محكمة الجنح لدى محكمة شلف عن طريق إجراءات المثول الفوري. وبعد المحاكمة تمت إدانته ب 12 سنة سجن حبسا نافذا. وبالنسبة للقضية هذه تمت إحالة شخص آخر بإجراءات المثول الفوري، وتمت إدانته بسبع سنوات حبس نافذة وغرامة بخمسة مليون دينار. يعني محمد، هل هناك معلومات إضافية حول المتهمين؟ نعم طبعا، قلت بأن الأشخاص منهم من تم توقيفه بشكل مباشر، وهناك من تم إيداعه مباشرة الحبس من الجلسة، وهناك استحسان كبير من قبل المستهلكين في ولاية شلف، مما أنه هذه المواد الاستهلاكية هي واسعة الاستهلاك وخلفت اضطراب كبير، بما أنه بعض هؤلاء الموقوفين قاموا بتخزينها بمستودعات ومحلات دون وضعها بطريق مباشر لدى المستهلك. محمد، هل هناك ربما قضايا مماثلة في الأونة الأخيرة سيما في ظل الحرب على المضاربين غير الشرعيين؟ نعم طبعا، حسب مصادر الحياة هناك تحقيقات والتحرية تبقى متواصلة من أجل صد وكبح مثل هذه الممارسات التي طبعا لا يكون ضحيتها إلا المستهلك البسيط بالدرجة الأولى. وهناك توصيات من قبل المسؤولين سواء على مستوى السلطات العليا أو المسؤولين محليا هنا في ولاية شلف من أجل صد والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه أن يمارس الممارسات الغير المشروعة كالمضاربة وتكديس المواد من أجل احتكارها والمزايدة في الأسعار. محمد، وهل هناك نقص في بعض المواد أو في المواد ذات الاستهلاك الواسع في الولاية؟ حقيقة هناك نقص إن صح التعبير، هناك نقص في مادة الزيت، وهناك تطمينات من قبل المسؤولين بأن تعود تدريجيا كما أسلف وكانت عليه في وقت سابق. محمد داخي الصحفي من ولاية شلف ومراسل قناة أو جريدة الحياة من شلف، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
وإلى ولاية الأغواط في الجنوب الجزائري، وعلى إثر الجدل الذي تزامن مع زيارة العمل والتفقد التي قادت والي الولاية إلى بلدية أفلو يوم الخميس الماضي، لا سيما أثناء تفقده لمدرسة عمار بهلول، بعد أن عبر عن غضبه ورفضه للحالة التي وجد عليها المدرسة وما اعتبره البعض إساءة لمدير المؤسسة. وفي خضم هذا الجدل قام الوالي باستقبال المدير وعبر له عن تقديره واحترامه الخالصين لكافة الأعضاء الأسرة التربوية ومرافقته للقطاع من أجل الارتقاء به إلى مستوى التطلعات بعيدا عن كل مزايدة أو تهويل. ولمعرفة المزيد من التفاصيل معنا مباشرة عبر الهاتف من ولاية الأغواط زميل عبد الناصر حوحاط. عبد الناصر أهلا بك. نعم مساء الخير رفيق لك ولجميع مشاهدي قناة الحياة. عبد الناصر ماذا حدث بالضبط؟ إذا زميلي حادثة مدير مدرسة الشهيد عمار بهلول ووالي الولاية والتي شغلت الرأي العام في اليومين الأخيرين كانت بعد الزيارة الأخيرة للوالي إلى بلدية أفلو أين كانت ذات المدرسة هي النقطة الثانية في برنامج الزيارة. الوالي وبعد وصوله تفاجأ بالحالة الكارثية للمدرسة وأنها لا ترقى لمستوى تطلعات الدولة في الاهتمام بالمدارس وكذا في إنجاح الموسم الدراسي، حيث تفقد المطعم والأقسام وأسدى عدة تعليمات كتحسين الوجبة وطلاء جبران المطبخ وإلى وما إلى ذلك. بعدها مباشرة توجه أكرمكم الله إلى دورة المياه أين انفعل في وجه المدير أو بما وصف بتوجيهه انتقادات شديدة اللهجة بعدما وجد حنفية مكسورة وتسرب كبير للمياه، وعبر عن بالغ استيائه للحالة المزرية للمدرسة كيف لا وهي مغلقة لأشهر في العطلة الصيفية، وخاطب مسؤولي القطاع كيف لهم بتسيير مؤسسات وهم لم يقوموا بتصليح فقط حنفية مكسورة. عبد الناصر كيف كانت ردة فعل الشارع الغواطي؟ أكيد زميلي الحادثة تناقلتها مختلف الوسائل الإعلامية الخاصة وشاركتها مختلف الصفحات المحلية والوطنية. الآراء تباينت خاصة في شارع الأغواطي بينما من رأى أن رد الفعل مبالغ فيه وأن المدير ليس هو المسؤول الوحيد عن مثل هذه الأمور، ومنهم من قال أن رد الفعل كان متوقع ولا بد له من توجيه انتقادات قصد تحسين الوضع. رفيق زميلي تجدر الإشارة أن نقابة القطاع هي الأخرى دخلت الخط وعبرت أيضا عن عدم رضاها للموقف الذي تعرض له المدير وقالت أن هذا من اختصاص الجماعات المحلية وأن المدير مهمته التبليغ لا التصليح. عبد الناصر وكيف استقبل الشارع الغواطي استقبال الوالي لمدير المؤسسة؟ يعني هذا اللقاء لقي استحسان جميع شرائح المجتمع وهذا حسب التعليقات والأصداء التي رصدناها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الوالي استقبل مدير ذات المدرسة لتنوير وتوضيح كثير من النقاط للرأي العام وكذا لنفي كل التأويلات والأحكام المسبقة. الوالي وفي هذا اللقاء صرح بأن هناك أهداف مبتغاة من خلال هذه الزيارات وأكد أنه يسعى رفقة السلطات المحلية ومختلف إطارات القطاع إلى حصر كافة النقائص ومعالجتها قصد توفير الجو الملائم للأسرة التربوية. الوالي وفي ذات التصريح أيضا عبر عن تقديره واحترامه للأسرة التربوية وأنه يتطلع للارتقاء بالقطاع بعيدا عن كل المزايدات والتهويل. اللقاء انتهى بتصافح الأيدي وتكهم جميع الأطراف. عبد الناصر هناك معلومات أن الوالي طلب بالتكفل بهذه المدرسة، هل هذه المعلومة صحيحة؟ نعم زميلي رفيق، السلطات المحلية دائرة أفلو تحركت فور إزداء الوالي للقرارات وقامت بإصلاح كل ما تم الإشارة إليه. عبد الناصر وهل ربما قام الوالي بخلاجات ميدانية من قبل ممثلة؟ زميلي والي ولاية الأغواط كانت هذه الزيارة هي أولى زيارته الرسمية، لكن تجدر الإشارة أنه ومنذ تعيينه مؤخرا على رأس الولاية قام بعدة زيارات فجائية لمختلف المؤسسات بعاصمة الولاية وفي مختلف القطاعات وقام بإزداء تعليمات كثيرة لكن لم تكن هناك تغطية إعلامية. عبد الناصر حوحاط مراسل قناة الحياة الجزائرية من ولاية الأغواط، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. وبدورنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله وحده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.